صباح الخير وصباح النار. صباح الورد ياسمين، كي صبحتو؟ قليه والمخ وياه المخمخ. شوف شوف الفطور، حنا المخ كنعرفوه، كاين تقليه الفطور ملي راه سمعتها. ها انتم عبدو صبرينا طويجين ديال المخ بالبيض البلدي. نعم سيدي، البيض ديال بيبي وزويته بلديه زويته والكمون. شوفوا التقليه، قالك والو سخنوا لنا التقليه. حنا دابا حنا نفطرنا معطلين، انتم دابا راه 11 قال 25، يعني بحال برانش ياك، باش ما نقولوش راه فطور، باش ما نقولوش باش ما نقولوش فطور بالتقليه. رميساء باش تبداي بالتقليه ولا بالبيض بالمخ؟ بجوج ما عندوش معاه، اللهم المخ. الشيف عبدو صباح الخير. صباح النور. كي صبحتي؟ الحمد لله. جات معاك العربيه؟ ياك مرحبا بيك. كون شتي انا عصام صباح النار. جاتك العربيه 5 5؟ زين زينه ولي. يلا اجي، انت كي جاتك العربيه مزيانه؟ اجي شوفي شوفي برا، اجي انفطروا انفطروا. ها امير طالع الفوق عند اوركا. يلا نزلت فطر امير، انزل اولدي. راه فطرنا العجوله وداكشي هما الاولين والدجاج، عاد جينا حنا نفطروا. الله يعطيك الصحه. حتى تسناني حتى تسناني، صحتك وراحتك. رميسه عقلتي فاش يلاه جيتي عندنا؟ زعما يلاه عرفناك. حتى البيض ما كنتش كتقدري عليه، البيض ما عطيتش في الفطور. البيض ما قدرتيش عليه. واحد المره جات عندي انا سي صوت البيض وداكشي، قالت لي ما تقدرش تقدري عليه. تقول لها ماما كولي بلاني، كنت تخفوها كنت تخفي. ناكل معاه والله انت وليت ناكلو معاه. راه شنو بغيت نقول لك؟ قالت كتشوف غير البيض وحدو كتخاف. تقول لها ماما كولي شوف ما قاديش اخي، ما قاديش اخي، ديما ما قاديش. بصح ما كانت كوموندي 6 مرات فينا. لا دابا هي ولات تاكل معاه البيض وما عطيتهاش في الصباح، فهمتي؟ ما كنديروش انا ودابا وليتي كتاكلي سبحان الله. البيض عادي انا انا راه انا راه بزاف د الحوايج انا ما كنتش كناكلهم مع البيض، كنت كناكلهم الله. كنبقاو نديرو فشوش 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 في دارنا، كنتلاقاو مع رجالنا نيت كيقادونا. ناخذ خبيثه اخذي اخذي. واسي اليكس شوف اليكس كيتمرمر في التراب، خاصه واحد التدويجه. ماهضرش مع رمبارة. شعكوكي؟ وين شعكوكا؟ شعكوكا؟ عاد ضربي اليكس عندك. لا لا دراري مساك فرحان. سي عنده عبارة سي عنده عندك يا عطا. لا 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 وي دابا يلاه كيكتاش امير يا خليني عداش. شو مسكين اليكس والحبيب ولفتي يا وليدي. واليكس شوفي ديري لي بحال امي، ديري لي بحال امي، ديري لي هكايا بحال امي. شوف ما دار لا والو، كاع مسوق لها كان في الدار وضربها لها بعدا احسن عدا. بارك تريح هنايا عرفتي مع هو ابيض عبدو كيفاش غيولي في من العشيه يولي كحل. امير شوف دير وسط ديك ربع خضر. صباح النور، كي دايرين لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ كلشي بخير. المهم فطرنا دابا، فطرنا كبيره. مالكي فطرنا كبيره وصافي، دابا وصل وقت الغدا. مشيت انا وعبدو تال بير جديد سونتر زعما، ودينا الراس لان جاهم بحقه صحر يوسف بجوج، حليناهم وجبنا المخ ودرنا عليه الفطور. فطرنا بصحتنا وراحتنا. دابا شوف الدراري كيلعبوا خانتهم. امير تقولوا ما عندناش لابيسين، راه ميسا لابيسين لابيسين ديال العربيه. براء وبراء شنو دير؟ باي 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 باي. دخلي لداخل دخلي لداخل دخلي لداخل. خفتي انشدك انشدك. دابا انا راه كنوجد في الغدا، نشدك طلعي اجي طلعي طلعي عندي، ما تخافيش طلعي طلعي. كنوجد في الغدا، قول لي انتم واش كديروا هكا ثاني عيد؟ حنا كنديروا الشوا يعني اللحم كباب، وكنديروا اللحم بالبرقوق. راه شنو كيدير اليوم؟ انا غنجي عندي ماما وبابا مشى عبدو يجيبهم وخويا عماد، وغنتغدا ان شاء الله مجموعين. هادشي اش قلتوني غنديروا انا ورميساء اليوم؟ غنديروا حتى هكا. شنو غنديروا رميساء؟ شوف باش غتكلفي انت
بالحم برقوق ولا اه لا لا اللي بغيتي اللي اختاريت انت مع عبدو كليتي عليا غير الفاخر ما سامحنيش شعلو. صباح الخير باقي ما شافوكش كي صبحت ولفتي ولفتي مولفين من نهارنا دابا شنو غديري لينا شي بقى ما عرفتش راه كلشي محطوط اختاري واحد الحاجه من جوج تعاونوني يلا اختي عاونوني نوض اختي عاونوني نوض دابا غنشرملو الحيمات هما الاول اللي ندير القطبه نديرهم في الثلاجه وعاد نديرو اللحم بالبرقوق نشرملو راكم عارفين ديجا مشاركه معكم دابا كلشي كيدير اللحم بالبرقوق يعني تقريبا بنفس الطريقه غير كتبقى شي حاجه كاين اللي كيزيد شي حاجه وكتبقى شي حاجه المهم هانتوما بحال دابا هما الاولين صافي انا درنا عبدو اللي قطع هادشي صافي عاونني هاد الصباح درنا الحيمات وشويه الشحمه البصله غنزيدو على الماء باهي ها كامون بلاش كامون كترشو بزاف شوية د الحمرا غير شوية حمام كدا معلقة ولا كاين غير معلقة صغيرة صافي ملحة وبزاف صافي ملحة وشوية بزاف صافي ونخدمو فريق لا بلاش صافي ونخدمو مع البصلة البصلة وربيع لي كتعطي واحد اللذة زوينة بحال ديال الطنجرتان دابا نديرو شوف هاد البوني مشي بقى زعما مجموع تا نستهلكو منو دابا عاد نديرو في الصقيرة خاصنا غير الفيلم أليمونتيغ الدراري كيلعبو ميتسكروش أمير صافي أمير غدير خيروطة ديالك اليوم شنو غدير فيها البرقوق ها غدير فيها اللحم البرقوق لا غيدير الحيمات الخضيرة غدير خضرة خضرة كاينة غير بطاطو كاين السلاوي راه زعما بغيتي تشني ها واخ غديروها معاك ايوا صافي باش ما يجيوش بجوجهم الحام بالبرقوق حنا خيرتنا بوحدنا حنا بالبرقوق حنا ديال خيرتنا راه خصنا السميت وخصنا الاجواء ديال خيرتنا طاجين واحد يجيب الحيمه واحد يجيب مرادة بصيله والحيمه صافي دابا هذا خصو يتجمع نجلس التليفون ونجمعو ها مقطيبة ديالنا موجودين دي مصابح الريح شي لا ما كل الصهودا هكا كتقدري تحركي تقدري تشكري ماما اليكس ما عرفش شوفوا تما قلبو اليكس دابا مسؤول عليك انا مكلفه بالغدا ماما كيف باش نغسل نيتيك انا الطنجره ديالنا شوفوا درت الثومه هنا حيت كنت امين خلي لك شويه الثومه خلي لي شويه الثومه حتى غادي يدير الخياطه ديالي قطعت لي ربيع الثومه معاه خلي لي شويه المهم درتها هنايا اختي باش ما نكثرش على الماعن صراحه تعذبنا مع الماعن حيت كنغسلوه من تحت لتحت هنايا غير في الارض ما بغيناش نطلعوا الفوق هادشي اللي كانوا كاين حنا معاونين تحت هنا كيف حال ما بغيتش فهمتي غتبقاو ضاربين على الماعن حتى نغسلو ما نزوين لا انا بقاو مضاربين المهم ها انتم هنا درت الزعفران شعره في كويس ديال الماء ولا غن زويته تنطبخ حتى يتشحر اللحم ونديرو فيه الزبيطه الملحه صافي اللي قام هيا خلطت داك الكويس ديال الماء ديال الزعفران بقى ما درتش السمن راه عندي هنايا السمن والزيت حتى ندير البصله وتقلى شويه هيا البصله هي قطعتها هنايا وصافي دابا غنرقد بعدا هاد الحيمات حيمات ديال الكتف صافي هانت شفتي دابا خصو يكون بحال هكا مسرح باش كيطيب الطنجره هكا تكون مسرحه ما يكونوش الحيمات فوق من الحيمات باش ملي تبغي تقلبيها ولا شي حاجه تعرفي
صافي دابا نديرو البصيله من الفوق، غنمشي نديه يتشحر، ندير البصيله من الفوق تشحر شويه، وعاد نزيد السمن ونزيد الزيت. يلا اختي انت، يلا معانا، يلا هو يلا هو يلا هو. بسم الله. نعم حبيبتي، يلا واخا بلاتي نجيب الغطاله. صافي نخلي دابا حتى قبل ما تشحر واحد شويه، هاد البصله مازال غتنزل لتحت ملي غنبغي نقلبو، نزل البصله لتحت وديك الساعه نديرو الزيت. دابا كيغسل ليها عينيها ويدي عامري بالصابون. يلا غسلي دابا انتيا، غسلي دابا انت عينيك وين حبيبه. صافي خليها خليها ترونكي، خليها لعب معاها بالكور. بوسيني بوسيني مامي، هاي الكره، هاي الكره حبيبه، ها هي بوسيني بوسيني. بوسي عميتو عميتو دي، بوسي عميتو خير نمشي. بوسيني بوسيني حميتو زوينه، ها هي ها هي مامي، هي بغات ديالها هي، بحال 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 خويا. لعبي انت خويا، لعبي انت خويا. ملي تقلى اللحم مزيان غنزيد السمن معلقه هكا كبيره، وغنزيد الزيت. صافي كنت نقول لك نقصوا عليه البوطه، نغطيه ونخليه طاعم طيب على الفاخر. والزيت انا عندي زيت رومي وزيت بلديه. الريحه قبيله العظيمه من الداخل، صح ما كتقلبش من الريحه. عاد دابا مع السمن ثاني، السمن وزويته بلديه شكلي ثاني. صافي دابا غنغطي عليه، غادي نزيد الماء بعدا باش نرويه. نزيد الماء مع الفاخر ما نعمرش حتى الفوق، هيا كيتغطى ليا اللحم. صافي غطيه. ايوا اختي قولي لي كي بقيتي من تمارة، قولي لي اختي فين وصلتي. عرفتي هاد العيد راه زوين ولكن تمارة. صافي نفس الملاحظه كاملين مع صحاباتي ومع العائله اللي كنهضر معاها نفس القضيه، اجواء زوينه الحمد لله والشكر لله عليها وعلى لمه العائله وعلى صحيحتنا. الله لا يخطي علينا صحه ولا يخطي علينا حباب، ولكن اختي في تمارة اش نقول لك واش نعاود لك. تصيق كل ساعه مو يعني تقطع كله تمارة 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 تمارة. ايوا صافي هنايا قلنا باش ما يتجمعش لنا الدبان ويحيد داكشي ديال اللحم، حيت عبدو كان كمل في صلاه لا غد واحد الحولي ديال عصام كمل لي في صلاه لا غد باش نديرو حتى هو في الكونجيلاتور. نفعتنا ديك الكونجيلاتور الثلاجه كبيره، ما عرفتش ما شاركتش معكم. دابا حتى جيت لكازا عاد كان مونطي ليكم ما شاركش معكم واحد الثلاجه فن جاب لينا هو اللي كيصاوبهم. عرفتو نفعاتنا، جمعت لينا الخضيره وجمعت لنا اللحم وكل شيء. ايوا صافي اختي دابا غنصيق بين ما يمشي عبدو راه يجيب لي ماما اليوم. اليوم غتجي عندي ماما وبابا وخويا الاخر وغنتغداو مجموعين. غنديروا شوايه ان شاء الله ديال اللحم ونديروا حتى ثاني عيد كنتغداو بالشوايه، وقلت مني غيجيو عندنا مجموعين ندير حتى الحيمات بالبرقوق. الغديوه ديالنا ها هي وجدات. صافي ها هي الحيمه هي طابت، خليتها غير تنشف شويه. البرقوق صافي تعسل. شوف امين فين داير القطيب ديالو هنا، زيد امين قلبو قلبو بغا يدوق. سخرو شويه على الطنجره حيدو. صافي البرقوق راه واجد. صافي طويجين ديال امين هو كيطيب، داير خيلوطه. شوف الطويجين ديالك كيدير برقوق، قال لي لا نتوما دايرين برقوق. شنو درت؟ درتي خضيره بطاطا و سلاوي سلاوي. يلا غطي. غديوه ديال ثاني عيد الحيمات بالبرقوق، درت غير شليضه هكا خفيفه و القطيبات تسلساليو حيت هذا وجد هو الاول، دونك غادي نداويه هو الاول عاد نشويو ان شاء الله. هي حاطه شويه حتى واحد جوج ثلاثه، واحد جوج ثلاثه. يلا اجيو تغداو رميسه، زيدي كاينه معنا ماما. ها هي ها هي ما دايراش زيفه، مرحبا بك، مبروك عيدك. جات غير ماما، بابا ما جاش. تبارك الله على الشيف عبدو. الله يبارك فيك الشيف نوى. جبتي ماما جيتي لقيتي كلشي واحد. يعطيك الصحة. الصحة والراحة. برافو براء. الحيمة زوينة؟ براء شجو. يهب. شو أمير ضرب مسكين يديه. هي. اه ما بغيتش نشوي يبقى يبرد. انت بغيت كاس سخون. ديالك كولي كولي انت كولي.
شتي فيها رمي سا باي باي شتي فيها كان غادي يضربو كان غادي يضربو ماما خوتي تزيد صباح النور كي صبحتو لاباس عليكم شوفوا البارح داز نهار زوين جات ماما جابت لنا واحد الحريره ما شهيتكم فيها طيبه على الفاخر وفيها اللحيه مات اختي ديال غنمي جات فن هيلت عشينا بها المهم غبرت عليكم بابا ما جاش ما بغاش يجي شوفوا بابا نقول لكم حيت بزاف الناس كيسولوني على بابا على ماما تعبدوا ما عرفتش واش نجاوبكم والله انا كنشارك معكم الحقيقه حقيقه في دقيقه ولكن ما عرفتش واش نجاوبكم بحال قلت لكم راه بابا غادي يجي هو خويا ما جاوش انا عائلتي تبقى في دار هنايا ماما اللي كتجي عندي بزاف وخويا عصام اما بابا ما كيبغيش بحال دابا هي جا غيتغدى معنا وغيمشي صافي كاين واحد الفئه ديال الناس كتكون مول في دارها فهمتوا ماشي معنيتها انها ما كتبغينيش اولا ما كتبغيش تجمع معايا كل واحد والعقليه ديالها غيكون عندكم حتى نتوما في العائله ناس بحال هكا بحال دابا انا بابا كيف ما قلت لكم يجي يتغدى معايا ماشي انا ما يجيش مع عمرو بات عندي عادي ماشي معنيتها راه بيناتنا شي حاجه اللي خايبه ولا عندنا مشكل بحال دابا ما بغاش يجي طلبناه والبارح داكشي قال لك غنجي واليوم ما جاش قال عبد الصافي سيري خليني بغينا نكون تكا صافي خليناه ماما اصلا ديجا كانت مسكينه صوبات الغداء الصباح بكري وصوبات الحريره شوف اختي هاد ليكرون نفعتني نيو دارم ديما كنشاركها معاكم ياكو نفعتني انا ورميساء في العروبيه وفي الشمس وفي العيد فنه فنه انا استعملت هادي انفيزيبل دابا لقيت انا بنت نخرج انا خدامه انا بس غير نتلاس باش نكمل معكم هذا الموضوع علاش ماما بعدا ما عيدتش معانا بزاف منكم كتبوا لي علاش ماما ما عيدتش ما عيدتيش معاها علاش ما عيدتش معاك وهي مريضه راه معيد معها خويا لاخر وانا خويا كان بغى يعيد معايا في الفيرما وماما كنا دايرين بروغرام غنعيدو كاملين مجموعين فهمتوني يعني انا دايره بروغرام انا غنصوب ماما هي الاولى اولى بيا وداكشي وما نخليت حتى دير حتى شي حاجه حتى قرب العيد عاد هما اللي بدلوا البروغرام ديالهم انا دايره مع خويا ودايرين كلشي وجدنا فهمتوني هما اللي بدلوا البروغرام ماشي هما بابا بابا قال لها لا نعيدو هنايا تلا غدو نمشيو يعني انا ما درت والو كون كنت عارفه هما غيعيدوش معانا ما الاول ما درناش داك البروغرام كنت غنعيد معاهم ولكن انا ما كنكبرش المواضيع ما كنديرش مشاكل نكبر المواضيع عادي كنخلي على كل واحد على خاطره المهم حنا اختي عائله مع بعضينا ومتقبلين بعضياتنا غير بزاف البنات اللي قالوا لي علاش مامك زعما ما مشيتيش عيطيش ما عيطيتيش معاها علاش هي ما جاتش ماما ما كرهاتش مسكينه ولكن ما تخليش راجلها وولدها باقي مع خويا عماد في الدار ما غاديش تخليه فهمتوا انا بيني وبين خويا وخوتي كاملين بابا الا كل خير احسن كاين حتى شي مشكل غير هما حتى خويا عماد بحال بابا سبحان الله كيبغي يبقى في الدار يجي يتغدى ولا يتعشى صافي ويمشي المهم علينا كان هذا هو الموضوع ما كاين حتى شي مشكل مع ماما تعبدوا حتى هما كذلك ومثال راه هذا الشيء اللي كنديروا انا على ماما ولا على بابا ولا دارنا حتى هو كيديروا على دارهم على مو بطبيعه الحال مو راه ضروري ما غاديش ينساها ضروري غيتقدى ليها ضروري غيصيفط ليها غير انا كنشارك معكم القناه ديالي انا داكشي اللي خاص بيا الا مشيت انا عند حماتي نشارك معكم الاجواء هو ميمكنش اجي شنو صيفطتي لماماك اجي شنو عطيتي لماماك اجي نوريو المتتبعين ديالنا الناس راه الا بديت كنعاود لكم شي حوايج بحال غدخلوني انا فشي مشاكل فهمتوا ما نقدرش نعاود لكم علاش ما انا ماما تعبدو الحمد لله انا وياها بخير هادشي بغيت نقول لكم لا حنا لا عبدو علاقه مزيانه وكنهضروا دائما ولا مشينا كنصور لكم بالنسبه تجي اولا ما تجيش انا بالعكس انا تجي راه غنفرح بها ونكون فرحانه علاش ما تقدرش تجي علاش ما بغاتش تجي ولا علاش ما ظروفها ما سمحاتش لها تجي ما نقدرش نشارك معكم هادشي البنات وخا نتوما خصكم تحترموا هادشي ماشي معنيت انني حابسه على ولدها ولا بالعكس حاشا ولله انا ماشي من هاد النوع راه كنتوما عارفيني هادي فئه واحد الفئه صغيره ما عرفتش واش ما كتعرفينيش بزاف اولا ما متبعانيش بزاف اولا اكسبلي كتكتب هكاك اما البنات اللي معاشريني ومعايا قدام راهم فاهميني كيفاش دايره انا فرحت عليا اللي جا عندي مرحبا بيه فما بالك ماما تعبدو انا عبدو راه راجل كنحمق عليه وزاد عليا بزاف طبعا بحال زاد عليا والدي ما يمكنش نبغيه بوحدو ولكن عندهم ظروف خاصه صافي شي نقدر نقول لكم ماشي مني انا فهمتوا ماشي مني انا صافي ما عندها حتى شي مشكل مع ولدها ولا عنده مشكل معها بالعكس كيهضروا دائما راه كيمشي هو الا ما مشيتش انا راه كيمشي هو ما غاديش يصور لكم لان انا اللي مشاركه معكم بقناتي فهمتوني انا ملي كيكتب لي راه كنمشي ما كاين حتى شي مشكل هي عندها ظروف خاصه الله ييسر لها الامور هذا الشيء ما كان ما تقدرش تجي في اي وقت عندها مشاغل وحدين اخرين فهمتوا عندها وقتها مع صافي ما نقدر نقول لكم حتى حاجه صافي كنتمنى تفهموني انا ما منيت حتى شي حاجه صافي ان شاء الله مني تحول راه ضروري غتجي لعندي
شفتوا نقول لكم واحد القضيه، كاين بزاف البنات ثاني بقاو يقول لي علاش ما جاوش داركم، باش نقول لكم علاش ما جاوش دار عبدو فاش ماما كانت مريضه، ماما وصلت للموت وما شفنا لا باه لا مو لا خوتو، علاش ما جاوش؟ شنو دابا ثاني نتقلق وندير افلام وندير حنا يلاه تقادت الامور يعني شحال، وانا ما كنهضرش مع حماتي راه 3 سنين ومش كذبت عليكم، راه شاركت معكم الصراحه 3 سنين ما كنتش كنهضر مع انا، بيني وبينها زعما انا كان مشكل، مني الحمد لله تصافات الامور وهكا وصافي وتصالحنا، ما نبداوش نبشوا على اقل حاجه نبقاو نكبروا في مواضيع، فهمتوا؟ علاش ما جاتش ثاني فاش كانت ماما مريضه ظروفها، راه صافي ما غاديش نتقلق منها انا، بغات تجي مرحبا بها على الراس والعين، قلتوا لي لا ماك وصلت للموت وما شفناش معك حماتك حشومه، وانت كاين واحد فئه واحده اخرى حشومه وانت ديما مكبره بهم وكتمشي عندهم واش كتخلي ديري على ولدهم، علاش ما جاتش؟ علاش ما جاش باه؟ علاش ما جاش هادي؟ ما نقدرش نجاوبكم على هذا السؤال، ما مخاصمينش وما كاين حتى شي مشكل، ولكن علاش ما جاوش ما نقدرش نقول لك، بابا كان خدام كانوا ظروف خاصه، ماما ما تقدرش تجي، ماما راه يعني عندها مشاغل ديالها، ما نقدرش نقول لكم حتى حاجه صافي، فهمتوا؟ يعني الا بقيت كنهضر ولا نقول لكم نبقاو نجاوبكم على هذا الشيء وندخلوا في هذا الشيء، راه انا غير تخلق لي انا مشكل، تبقى حماتي تقول علاش قلتي، بابا يقول علاش قلتي، لا علاش درتي هكا، فهمتيني؟ لا انا خاصني نشارك معكم داكشي اللي خاصني انا، وهما ظروفهم وحياتهم وشنو عندهم، ما نقدرش نشرح لكم هذا الشيء، فهمتي؟ الله يستر على كل واحد وصافي، المهم اختي كنتو متبعيني انا، كنشارك معكم داكشي اللي قدرت، الا قبلتو بطبيعة الحال، هذا الشيء اللي كاين، يعني ما نقدرش ندير حاجة اللي غتضرني، فهمتو؟ وتا عبدو ما يبغينيش نشارك خصوصيات ديال دارهم، ما نكذبش عليكم، عبدو كيشارك معكم الطبخ فقط. قناة راجلي خاصة بالطبخ، انا كنشدو معايا وكيصور معايا في لقطات، يعني نقدر ندير روتين بلا ما يكون معايا هو، نقدر ندير فلوق بلا ما يكون معايا هو، كنت معاه غنصور لكم، ولكن حياته الخاصة هو ما كيبغيش يشاركها، زعما ما كيبغيش، هو راه في الاول كان كونتر كاع هادشي، بشوية بشوية وداكشي وصافي، فهمتوني؟ ما يبغينيش نشارك ابدا الخصوصيات ديال دارهم، اولا واش عندهم زعما شنو الظروف ديالهم، ما كيبغينيش، ماشي ما انا ماشي شرط عليه، ولكن انا مقدره الحريه ديالو، اولا كنحترم القرار ديالو، ما يمكنش هو ما كيشاركش نوض انا نشارك، واش فهمتوني؟ نهار يدير قناه ديالو خاصه بيه مع دارهم مع مو ومع خوتو، يشارك معكم داكشي وتشوفوا داكشي الحقيقه، ماشي معنيته انا ما كيتهلاش في ماما، بلاصه كيحمق على، انا اكثر حاجه لفستني راجلي في الاول قلت لكم انه كيحمق على ماما وكيتهلا فيها بادق التفاصيل، عرفتي فاش كنا كنقرا بس كنشوفو كيصيفط لماما ها قلت لكم كلشي، واخا كلشي كاين فاس، ولكن هو ما كيهنيش خاطرو خصوصا في العيد الكبير كان كيصيفط التقاديه كامله كلشي كاين في الحوانت، يعني كل واحد رزقو في محاله، هو الا كان ما غيمشيش عيد كيصيفط كلشي باش ما يخلي ماما محتاجه حتى شي حاجه، واخا كاين بابا الله يخلي ليه كاينين خوتو، ولكن هما كيبغي يدير اللمسه ديالو، ثاني في الصيف كنت كنمشي معاه انا لاسواق السلام كياخذ لها دوف الكريم هذا شامبوان صابون شحال من حاجه، فهمتوا شي حوايج اللي زعما صعيب الراجل اللي تفكرهم، كنشوف زعما من خوتي انا ما كيديوش في هاد لي ديتاي، ولكن هو مرتبط بماماه بزاف الله يخليها لي الله يحفظها لي، غير حنا هاد لي ديتاي ما تنشاركوهمش، فهمتوا؟ اما ما يمكنش ما يصيفطش ماما ولا ما يعيطش ماما، المهم كيف ما قلت لكم جاوبتكم على الاسئله ديالكم علاش ماما ما عيطتش، انا راه فرحت عيد عيد معايا ماما وحماتي، وانا راه قلب كبير والدار كبيره، ما صبغيت بقى الدار عامره عليا غير هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطا الله، المهم كيما قلت لكم راني خدامه اليوم، خديت غير يومين، ماشي خديت هما عطاونا في الخدمه يومين، يعني يومين ديال العيد، غير اوغوزمو انا كنت 3 ايام قبل جالسه، يعني بحال خديت 5 ايام 3 ايام قبل من العيد ويومين، الحمد لله صافي ارتاحينا بشقاها دازت بفرحها بضحكها، شحال ضحكنا شحال شطحنا، الحمد لله يا ربي دومها نعمه، شوفوا ماما جابت واحد الحيره قلت لكم خطيره خطيره، عرفتي زوينه تشهينا هاد الحيره ديالها توحشناها بزاف، مني مرات مسكينه بقات كتصاوب لنا الشهيوات وصافي عرفتي فرحتنا بها، دازت بقيت فنه ما بقيت صورت لكم حيت عشت معاهم اجواء هذا، بقينا كنهضروا كي داز العيد كي هذا، وما نكذبش عليكم ما شكيت عليكم واحد الدرسه ديال العقل، راه سنوات شي 4 سنين ولا 5 سنين هي كتنوض ليا كل نهار واحد التفتيفه، كل مره زعما كتبقى تمشي 6 شهور 8 شهور تنوض ليا واحد شويه، جاتني مع العيد جابتني مع العيد نيشان، عرفتي بقات كنشرب هادو لي بخان، والبارح فغيمون تزيرت عرفتي كنحسنها صحاب لي صباح من فوق واحد العرق كيضرني هنا في راسي، ودني صفرت ليا عرفتي ودني كتصفر، المهم هاد الجهه كلها كضرني، مابقاش عندي الخاطر نصور،
وصافي قلت تنرجع لكازا ونكمل لكم فيديو. دابا لقيتوني المهم ندوش البارح في اللي مدوش، دابا في الصباح جينا البارح تفركنا درنا حوايج تصبنا شوفوا باقي شي حوايج تما خصهم عادي تطواش تصبينا تصبينا تصبينا. شوفي البلاكار ديالي شفتو كي ولا ما غاديش نطويه ما غاديش نطويه، حيت ان شاء الله الفيديو الجاي عندي ليكم واحد المفاجاه فنه حتى نتوما كتسناوها ان شاء الله. غنشارك معكم الدرج الجديد، راني خديت السيرو تقولوا لي مبروك خديت السيرو ديال الدرج الجديد، مشيت لليداك دفعت صافي باش نخلص ويطلقوا لي الموضوع وغنمشيو اختي باش نسيقوا الدار ان شاء الله وغنبداو صافي من هذا الفيديو. صافي كاين غير فيديوهات ديال الرحيل، فيديوهات ديال نشارك معكم داري وداكشي، هادشي علاش هادشي حلفت عليه. ديجا غنعزلو وحلفت عليه وغنجمعو، ما غاديش نعاود نطوي. صافي اختي بارك بركه من الشقه في هاد الدار، بركه من تاميره. ايوا صافي هادشي اللي كاين قلت لكم فين غبرت لكم غير الدرسه مشكيت عليكم ديال العقل بقيت صورت والو. دابا غنلبس حوايجي بقيت درت ليكرون ديالي نزيد غير واحد شويه فراج وبزنيقه وصافي ولبس حوايجي ماشي الخدمه. غندي معايا غدا ديال البارح بقى ليا اللحم بالبرقوق، نهز اختي واحد البواطه ونمشي نديها معايا صافي. باقي ما طلعش اللحم في الراس، انا باقا ما كليتش فيه بزاف واحد يومين ثلاث ايام عاد كيطلع في الراس. ايوا صافي المهم غنخليكم هذا الفيديو هنايا حتى لغدا ان شاء الله نبداو لكم فيديو اللي زعما الفيديو الجاي ان شاء الله غيكون ديال الدار. واش مستعدات مستعدين معايا؟ واش مستعدين؟ بغيتكم تخليو ليا لي لايك بزاف وتخليو ليا لي كومونتير زوينه، واللي ما مشتركاش في القناه تشترك اختي اش كتسناي. كاين بزاف من الناس متبعيني ومشتركينش ما دايرينش ابوني غير ما كينسى اولا ما ردينش الباب، ولكن باش يبقاو يطلعوا لك الفيديوهات ديالي اختي تشوفوا هذا الوجه الحسن ديري اختي واحد اللايك وديري ابوني. المهم غنخليكم دابا، السلام عليكم، نتلاقاو فيديو جديد.